أول نقول أنه الاختيار كان خطأ، يعني لو نعود نشوف كيف نقول عين جهاز فيزف قبل ما يكون رئيس فيدرالية، كان المرة الجاية تاع الفريق تاع المنتخب عمرنا ما شفناه، كان لابس سيرفات مو يجري ويدير في التغييرات. وين شتا انت هذه؟ انت شتا في موريتانيا، شتا في السودان، يعني نتكلم البلدان اللي ماهيش من شأن الجزائر. شفتها انت في مش عارف انا في شو من بلاد، كاش ما تشوفش انت مناجر تاع فريق يولي هو من بين عشيه وضحاها يصبح رئيس فيدراليه متحكم فيه، واعي ما اقول متحكم فيه، يعني ما يقررش. ضف الى ذلك نقول لك انه لما دخلنا المعترك تاع تنظيم كاس امم افريقيا اللي ربما اقول ما راحش تكون من نصيب الجزائر لا هي ولا 27، راح تكون البلد المجاور راح تكون 27 للسنغال. نقول لك انه خسرنا كل شيء بعد الخساره تاع دخولنا الى المكتب التنفيذي للكاف، بعدما سمعنا شعارات كبيره وسمعنا كلام شعبوي من رئيس الفيدراليه ويقول سترون كيف سوف اكتسح افريقيا بطريقتي الخاصه. شيء مخيف، شيء مرهب. علاش؟ لانه انت ما قدرتش للجزائر تروح لافريقيا، انت للجزائر او صاري كل شيء هنا في الجزائر الا كره القدم اللي ما كاش، كاين كل شيء. كاين كل شيء الا كره القدم اللي ما كاش قدام عينك ويدوروا قدامك، يمشوا قدامك الناس اللي تلعب بالنتائج، تلعب بمصير النوادي، تلعب كذلك على راس بعض النوادي اقول بين قوسين اسمحوا لي ضعيفه من ناحيه الماليه، يعني تشوف كل شيء.